كيف أجذب الزوج؟ حبيبة قلبي أنتي في الصيف، تعالينا في الصيف، في الصيفية ما راح نخلي الموضوع فاضي صدقيني، يعني بنحش في رجال حش حش حش. كيف يصير عندي صبر على تحقيق الأهداف؟ أقترح عليك تحضرين بداية النية، لأنه مرات إحنا نعك في لحظة قبل البداية، فنحس إنه يلا يلا. لما تدخل الهدف والهدف يكون فيه أحداث ويكون فيه أشياء وأنت ماشي في الطريق، ما تحس إنه بطيء، تحس إنه قاعد يشتغل، بس فيه أحداث يحتاجها ترتيب، يحتاجها تقليب، يحتاجها تضبيط. 162,000 لايك، شكرا جزيلا. مصروف الزوج هل يؤثر على نية الثراء؟ لا، أصلا أنتم نيتكم مشتركة، ودخول زوجك لكارما الثراء يدخلك في هذه الكارما، ودخولك في هذه الكارما يدخله في هذه الكارما، فما يأثر إذا هو يعطيك ما يأثر. تقول لك كيف أفك تعلقي بالمال؟ اسألي نفسك ما هي القيمة، ما هي القيمة اللي راح يعطيك إياها المال، وبعدين اسألي لماذا تدمرت أو متى أو كيف تدمرت هذه القيمة، عشان راح تكتشفين الموقف أو الزمن أو الوقت اللي تأثرتي فيها أو أصابتك نقطة ضعف أدت إلى أنه أنت تبنين قيمة تحتاجين من خلالها المال، وتعلقتي بالمال لأنه صار هذا المال هو قصة التشافي اللي ينقذك من القصة اللي أنت مريت فيها وصارت لك، وبعدين نظفي هذا الموضوع. الوالدة عايشة وشلونها المفضل؟ هذه من الأسئلة كذا اللي تجي في نص الـ إيه، الله يحفظها، موجودة. شلونها المفضل؟ ماما وشلونك المفضل؟ بالعادة تتابعنا في البث. وشلونها المفضل؟ يعني أكثر شيء لما أجي أشتري لها شيء أفكر في البنفسجي. تحب البنفسجي. تقول لك نبي الثراء بعدين الزواج والرجال. كل واحد عنده ترتيبه، كل واحد عنده اختياره في الترتيب. تقولك حطيت نية الثراء وجانا ورث عظيم من جدود أمي وجدود أبي، تبارك الله حبيبتي، الله يبارك لكم، الله يبارك لكم ويزيدكم، وأهم شيء أنكم أنتم يعني تتغيرون وفقا للقصة الجديدة اللي الآن راح تعيشون فيها، وتعرفون كيف تديرون هذا المال وتستخدمونه بطريقة صالحة. زينة حبيبتي تقول اختبار الفيل الأبيض في المال. حبيبتي هل ألغي نية الثراء أم أستمر؟ لا طبعا استمري، استمري، يعني ليش تهربين من القصة؟ مطلوب أنك تفكين هذه العقدة في الحياة، خلينا نفكها، تنفك اليوم، تنفك السنة الجاية، تنفك بعد 10 سنوات، قاعدين لها بنفكها، بنفكها، بنفهم الدروس، بنعد الاختبارات والحفر والمطبات، وفي النهاية رح نفكها، رح نفكها. مش الكورس المناسب؟ والله كل الكورسات مناسبة حقت الشهر هذا، كلهم كلهم، لكن إذا بتقولين والله أنا ما أقدر يعني ماديا، حددي لي واحد، بقول لك كارما الثراء. كارما الثراء على الأقل يعني يجمع لك في أكثر من زاوية، ومرات أنت تعرفين أنه مثلا عندك صعوبة في البدايات، روحي رسائل بداية وبداية القصة. عندك صعوبة في العمل التجاري نفسه، روحي الفكرة وحتى التجارة والتجارة الإلكترونية للمبتدئين. تبغين تفهمين بس الأثرياء والفقراء والفوارق بينهم، عندك القراصنة وطبقات الثراء وأسرار الأثرياء والمال القديم والمال الجديد والهوية المالية. أنا دقيقة الملاحظة، كيف أستفيد من هذه المهارة في المال؟ أعتقد هذه مفيدة في كاحتمال أفضل أنك تربطينها بمهنة مرتبطة بالاحتمال الأفضل. أمس كأني قريت وظيفة يبحثون عن شخص يتابع الأفلام وكذا، يعني لديه دقة ملاحظة في أشياء، يعني يقعد يقدر شفتوا مرات واحد يقول لا بس شفت الفيلم هذا، ترى اللون هذا، أو ترى لخبط الممثل، يعني كذا في شيء زي كذا. ودائما احس انه برضو المحامين والقانونيين عندهم ايضا هالمهاره وهذه القدره. ليش الاحتمال الافضل ما يبقى كورس منفصل؟ لا يناسب،
يعني تحسينها فكرة مقطوعة، تحتاج إلى أجزاء، إنه الشخص يكون نضج. ودي أحط النية بس أحس إني ماني مستعدة وخايفة، صغريها. هل الزوجة، ناخذ آخر سؤال ها 19 وزيادة، هل الزوجة تعيق أحيانا صعود زوجها للثروة؟ بدون أدنى شك. ما كانت معانا واحدة، أنتم تذكرون اللي قالت ما أبغى يصير ثري عشان ما يتزوج عليه، هي راسمة السيناريو بهاي الطريقة، فبالتالي هي حاطة نية الفقر ولأنه هو ما يجي فلوس، فنية الزوجة مؤثرة وسلوكها مؤثر. لما كل يوم تسحب، يعني زوجها متوسط الدخل، تروح تسحب يعني 50,000 في الشهر عشان تشتري لها شنطة، يعني شلون يرتب نفسه وشلون يستثمر وشلون يغير من الواقع؟ معلش يعني ما هو وقت الشنطة، ما هو وقتها، وقت مشروع، وقت استثمار، وقت. لما تتعامل مع المال بهذه الطريقة، طريقة يعني ما كأنها رايحة للثراء، ما تتعامل مع المال كأنها رايحة للثراء، لما تعيق تقدم زوجها مثلا عند اجتماعات، عند سفر، عند إذا صار الشخص عنده بزنس قد يحتاج يعمل في الويكند، قد يحتاج يشتغل بالليل، قد يحتاج يتابع أعماله في وقت يعني غير معتاد، هذه كلها تدل أن الزوجة هي معيقة للثراء، معيقة. بس أيضا في زوج معيق للثراء، في زوج معيق للثراء لما يقولها ممنوع تطلعين من البيت وتتوظفين وتشتغلين، طب يا عمي خلها تطلع، يمكن والله تفتح لك كنز لا حلمت فيه لا انت ولا هلك ولا اجدادك ولا اجداد اجدادك، تطلع تتوظف 5 ايام هم رقينها ونهاية السنة جايبت لك 1,000,000 وبعدها مستثمرت لك ومكونت لك ثروة، خلها تطلع يا اخي تنفسوا شوي. يعني بعض الرجال هو اللي يمنع الخير عن نفسه وعن عياله وعن أسرته، ربي ما وفق، طيب يمكن هي بيدها الخير، يمكن الخير يعني لها، مرات يعني أنت يعني كارمتك ما أجدادك فقراء، يعني في شيء متعطل عندك، لكن هي الأمر ساري عندها، خلها تطلع. فمرات الأزواج أيضا يمنعون الكارما هذه أنها تصير لزوجاتهم، مرات الزوج زي ما شفنا الشهر اللي راح أعتقد كانت معنا واحدة من البنات اطلعت وسوت بزنس، وش كان عندها؟ كان عندها إيفنت، سوت إيفنت وسوت إيفنت ثاني وجابت فلوس الدنيا واشتهرت وكسرت الدنيا، وش سوى؟ قالها يا أنا الشغل، خاف، ارتبك، ما هو قادر يصير من أصحاب المليارديرية، ما قدر، انصدم من المستوى، قال يا أنا يا الشغل. طب يا عمي ربي فتح لكم باب، ترد ليش؟ ففي زوجات يمنعون الثراء عن أزواجهم، وفي أزواج يمنعون الثراء عن زوجاتهم، ذلك العملية ترى مشتركة، نحتاج كلنا نوحد النية، نوحد الفكر، نوحد الشعور، نوحد العمل، ندعم بعضنا حتى نصل الثراء. ولو كان، أرجع وأقول، لو كان هناك شخصين يحبون بعضهم وديهم نية الثراء يكسرون الدنيا، والله يكسرون الدنيا. طيب يا جماعة ما طول عليكم، أول شيء اللي ما حط النية حط النية، واللي ما حط خلفية الجوال حط خلفية الجوال، اللي ما شاف الفيلم قريبا راح نناقش الفيلم، عندنا 10 مواد على الموقع اسمها 369.net، عندنا كارما الثراء، أسرار الأثرياء، طبقات الثراء، قراصنة المال من الفكرة وحتى التجارة، التجارة الإلكترونية مبتدئين، وعندنا رسائل بدايات بداية القصة، وعندنا الهوية المالية والمال القديم والمال الجديد. أشوفكم إن شاء الله بكرة، شكرا للايكات، شكرا للقلوب، شكرا للكلام الجميل، تصبحون على حب.